بعد مرور يومين على بدء سريان اتفاق درعا تدخل اليوم الشرطة العسكرية الروسية برفقة اللجنة الأمنية لتنفيذ البند الثالث من الاتفاق الذي جمع أهل درعا وروسيا والنظام والمتضمن تثبيت النقاط الأمنية البالغ عددها تسع نقاط في أحياء درعا البلد تمهيدا للبند الأخير المتمثل بانسحاب قوات الأسد والميليشيات الإيرانية من محيط المدينة كل ذلك بالتزامن مع فتح الطرق وإدخال المواد الغذائية إليها هذه المراحل تأتي في إطار اتفاق واسع تم قبل أيام تضمن بالإضافة لما سبق تسوية أوضاع عدد من أهل درع البلد من بينهم عسكريون مشقون ومطلوبون للنظام وأعضاء من اللجنة المركزية بالإضافة إلى شق متعلق بتسليم الأسلحة وهذا ما تم تنفيذه خلال اليومين الماضيين من تسوية لأوضاع مئات وتسليم لعشرات من قطع السلاح المتنوعة بين أسلحة خفيفة وقواذف وصواريخ محمولة على الكتف وصول الاتفاق لهذه المرحلة المتقدمة بخلاف الحال التي كانت عليها الأوضاع على مدار أكثر من سبعين يوما يفتح المجال أمام تساؤلات عديدة أبرزها هل يستطيع الروس أن يخرجوا درع البلد من عنق الزجاجة وتصوير انفسهم كضامن لمثل هذه الاتفاقيات وتصديرها لمناطق اخرى من سوريا ام ان هناك اطراف مجهوله كان لها الدور في مطبخ اتفاق درعا هذا ما ستكشفه مجريات الامور في قادم الايام